صراع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الكونغرس حول الميزانية يدخل أسبوعه الثالث. الرئيس أبدى استعداده إعلان حالة طوارئ بغية تمويل الجدار الفاصل مع المكسيك في محاولة لإخراج البلاد من مأزق الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، والذي نتج عنه حرمان حوالي 800,000 موظف من رواتبهم. فخلال زيارته إلى مدينة ماكالين في ولاية تكساس، أعلن الرئيس الأمريكي في حديث لقناة فوكس نيوز أن إعلان حالة الطوارئ على الأبواب. إن لم نتوصل إلى اتفاق مع الكونغرس سأعلن حالة الطوارئ على الأرجح، ما من سبب يمنعني من اللجوء إلى حالة طوارئ وطنية. القانون في صفي 100%. بموجب قانون الطوارئ الوطنية الذي تم تفعيله عام 1976، يستطيع الرئيس تخطي قرار الكونغرس وتحويل أموال حصيلة الضرائب لخدمة ما يعتبره حالة طارئة تستدعي حلا جذريا. البيت الأبيض أشار سابقا إلى احتمالين يمكن اللجوء إليهما من خزينة البنتاغون لتمويل الجدار الذي يقدر بحوالي 6 مليارات دولار. الأول من الأموال التي تستخدم لمحاربة شحنات المخدرات والتي تبلغ حوالي 1 مليار دولار فقط، والثاني من مشاريع البناء العسكرية والتي تتخطى 20 مليار دولار. وفي ظل غياب تسوية بين طرفي النزاع، يصر ترامب على موقفه إغلاق الحكومة إلى حين تمويل الجدار، فيما يفضل الكونغرس تعزيز سلامة الحدود دون إقامة جدار فاصل.